حضرتك ممكن لو جالك دور اللي هو ممكن تلبسي باروكة، يعني في فنانات بيلبسوا الباروكة بدل الحجاب، ممكن يعني ده يكون وارد في اختياراتك ولا؟ هو الحجاب علاقة بين العبد ورب، زي الصلاة وزي الصيام، يعني في كده يعني مناسك دينية، في أركان، في بتبقى العلاقة بين العبد ورب، والإنسان بيستفتي قلبه. ف يعني ما أعرفش، يعني الزميلة أو الأخت اللي لجأت لي كده أكيد هي استشارت، يعني استفتت قلبها أو استشارة شيوخ أو حاجة. أنا أضعف من إني أقول الرأي. لا، هو في اكتر من حد وكل حد ليه احترامه وكل حد ليه وجاهة تفكيره، لكن انا بسأل حضرتك لو اتعرض عليك ده تفكري فيه ولا انت قصة محسومة؟ ما أعتقدش ولادي هيرضوا، حتى لو أنا يعني خدني الرغبة، وأنا ولادي دول هم رجالتي، أحمد ومعتز أبويا وأمي ربنا يرحمهم، وناصر وكل حاجة دلوقتي.